اهلا بيكم يا احلى متابعين، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوها مع اصحابكم. اعرفكم ببطلتنا نور، وحيدة ما عندهاش اخوات، والدها متوفي وعايشة مع اولاد خالتها عمر وسمر في القاهرة في شقتهم. اهلها كلهم من الصعيد وبتشتغل ضابط شرطة. في أوضة نومهم كانت نايمة هي وسمر، دخل عليهم عمر ومعاه قطع من التلج، وضع قطع لكل واحدة في ظهرها ثواني، وبدأت رقصة الهنود الحمر الصباحية المعتادة لكل صباح. كان شكلهم مضحك جدا، بص لهم عمر بملل لأن ده روتين كل يوم. بعدها هديت البنتين وبصت له سمر بشر وقالت له: أبو أم رخامتك يا جدع، يخرب بيت كده، يعني هي أول مرة؟ يعني يا أخي منك لله، كل يوم نصحى نتنطط كده؟ العيب عليا، مش بعمل لكم تمارين صباح وكمان بتصحوا مفرفشين؟ سمر وهي بتدور على حاجة. بتدوري على ايه يا سمرتي؟ اللحظة يا روح سمرتك، الا قوليلي يا نور، مش كان في سكينة هنا امبارح؟ راحت فين؟ عمر وهو بيبلع ريقه: ليه يا حبيبتي، هتطبخي على الصبح كده؟ لا مش هطبخ يا عينيا، ده انا هقطع بس. تقطعي ايه؟ هقطعك انت يا حبيبي. عمر وهو بيبص في ساعته: يا خبر، شوفي اتأخرت ازاي، المدير كده هيتعصب عليا، وهو اساسا متعفرت لوحده. ايه يلا تكر يا بنات، وجري قبل ما تتكلم سمر. بصت سمر لنور ولقيتها نايمة وهي واقفة، قالت لها: يخرب بيتك، بتنامي وانتي واقفة؟ انتي يا بنت ملبوسة. نور يا نور، انتي يا زفتة. تمام يا فندم، تمام يا فندم. مين؟ اصحي يا ماما، انت في البيت مش في المديرية. يعني يا ما هموت وانام، حرام عليكم، مش بلحق انام. قومي يا بت فوقي كده عشان تروحي شغلك، مش قد الشرطة بتدخليها ليه؟ بابا الله يسامحه حب يعوض حلمه فيا، لانه كان عايز ولد ويدخله شرطة، بس ربنا رزقه بيا قام دخلني انا. انا عارفة ازاي دخلت الشرطة بغبائك ده. غبية في عينك يا حيوانة، ده انا اللي هو دايما بيديني اصعب المهمات، دول مسميني امرأة المهمات المستحيلة، واي مهمة مستحيلة بيجوا يتحايلوا عليا عشان اروحها. مش عارفة اوصفلك كمية الحب والاحترام اللي بيحترموني بيها هناك. في المديرية اللي هو بصراخ: نور يا نور. دخل العسكري: في حاجة يا فندم؟ فين الضابط نور؟ لسه ما وصلتش يا باشا. فوضت امري اليك يا رب يا رب، يا تاخدني يا ترحمني منها يا رب. اتفضل انت، ولما تيجي خليها تجيلي فورا، فاهم؟ امرك يا سيادة اللواء. انا عارف البلوة دي وصلت لكلية الشرطة دي ازاي. يا رب يا نور، ربنا يرزقك بواحد يطلع عينك، واشوفك بتتسحلي كده عشان اطفي ناري منك، هطلع معاش مبكر بسببك يخرب بيتك. في مكان مظلم كان مقيد على كرسي، وجلس امامه رجل بكل كبرياء وقوة. الراجل وهو بيدخن السيجارة: برضو مش هتعترف مين اللي بعتك تتجسس عليا؟ مبصله ببرود وسخرية: لا. اتضايق الراجل من بروده وقال له: ما تنطق بقى، صدقني النفي مش هيفيدك، لو قلتلي مين اللي بعتك انا هديك مبلغ كبير عمرك ما تتخيله، وهتكون دراعي اليمين. لا. احترق الراجل اكتر وشاور لرجالته عشان يبدأوا ضرب فيه، لكن لحظة واحدة وبص لقى رجالته كلهم مسطحين في الأرض. بصله بصدمة ورفع نظره ولقاه واقف قصاده بطوله وعضلاته ونظرته المخيفة. بصله برعب وقاله: إزاي؟ إزاي أنت مين؟ بصله بنظرته المميتة: أنا الشيطان. وصلت نور للمديرية وهي بتجري في الممر وبتخبط في كل اللي ماشي جنبها، وهي وبتولول: يا لهوي اتأخرت، سيادة اللواء هيموتني. يا أنا كله بسببك يا سيد، انت اللي رميتني الرمية الهباب دي. دخلت مكتبها بسرعة كبيرة، واللي كان فيه مجموعة تانية من البنات معاها في القسم. قعدت نور وهي بتتنفس بسرعة كبيرة كالعادة متأخرة. اعمل ايه يا مريم، الطريق زفت خالص. ما تبرريش عدم انتظامك بانه بسبب الطريق، انت غير مؤهلة اساسا انك تكوني في مكان زي ده. بصت لها نور بغيظ، فهي دايما بتتفنن في اغضابها من وقت ما جات للمكان ده وهي بتزعجها. احمر وجه نور بغضب، فكانت جميلة جدا وطفولية جدا. على فكرة بقى انتي واحدة مش كويسة عشان كل يوم كده تقولي كلام مش حلو ليا. بصت لها ميار بغيظ، فهي محقة، فهي تغار كثيرا من جمال نور الطفولي، رغم ان ميار متفجرة الانوثة لكن نور جمالها فريد. دخل العسكري: حضرة الضابط نور.
والله ما انت قايل سيادة اللواء عايزني صح؟ هز العسكري راسه، اتفضل انا جاية وراك. بصت لها سماح صديقتها واللي يعتبر اقرب واحدة منها في الصفات، فهي غبية زيها. سماح استلم بقى يا كبير هيكدرك. ضحك الجميع عليها نور وهي بتبص لهم بغيظ، بتضحكوا على ايه؟ هي اول مرة يعني؟ وسابتهم وجريت على مكتب اللواء وهي بتدعي ربنا انه ما يصرخش فيها لانها ممكن تبكي. دخلت نور بعد ما سمح لها اللواء بالدخول. نور وهي بتبص له بقلق، حضرتك طلبتني يا فندم؟ اهلا بالباشا اللي معلي ضغطي وجاب لي السكر. بصت له نور ببراءة، انا يا فندم؟ لا يا بريئة يا ملاك مش انتي. شكرا يا فندم. حرام عليكي، اعمل فيكي ايه؟ اتنقلتي من 100 قسم جنايات ومخدرات واداب، اوديكي فرقه الالات الموسيقيه؟ نور وهي خلاص هتبكي، طب انا عملت ايه يا فندم؟ بس هاني ابو العزم اللي وكلتك انك تراقبيه كويس. ما انا راقبته والله يا فندم وكنت وراه في كل حته، اعمل ايه تاني؟ طيب حضرتك كتبالي ان الاستاذ بيشرب قهوه ساده وبيحب يلبس اللون الكحلي، الاغنيه المفضله دانس مونكي. ايه هو مش بيحب الاغنية دي ولا ايه يا فندم؟ اللي هو بيشرب دواء من الدرج واخد اكتر من حباية. اشكو اليك يا رب. نور وهي خلاص هتبكي، ايه طيب؟ هو انا بعتك تعملي معاه لقاء صحفي؟ انا بقولك تراقبي اعماله مش تراقبي بيحب القهوة ايه وبيلبس ايه. وبصلها بسخرية وقال، اوعي تكوني نسيتي مقاس جسمته. نسيت والله يا فندم، اسفة بجد. بصلها بحاجب مرفوع وهو متغاظ، اسمعي يا بنت انتي، لولا ابوكي الله يرحمه كان موصيني عليكي انا كنت دفنتك. الله يرحمه بقى هو اللي رماني الرميه دي. بصي في سلسله سرقات بتتم في حاره اسمها حاره الفتوه، عايزك تروحي وتعملي تحريات وما تلفتيش النظر اليكي، فاهمه؟ ودي اخر فرصه يا نور، بعدها هوقفك على مدفع رمضان، فاهماني؟ فاهمه يا فندم. بص لها اللي هو بشفقه كبيره، فهي بريئة جدا زي الأطفال، تفعل ما تؤمر به على أكمل وجه، لكن لو ما تحددش ليها بالظبط تعمل إيه بتخرب الدنيا. ودي كانت غلطته إنه ما قالهاش تراقب هاني أبو العزم ليه، وقالها راقبيه يوميا بس. ورغم ده هو ما ينكرش إنها بتدهشه بذكائها في التعامل مع المواقف الصعبة، لكن في باقي الأوقات غبائها بيطغى على الموقف، فهي تركيبة صعبة جدا. اللي هو وهو بيحاول إنه يهدي الموقف وما يخليهاش تبكي، ما تزعليش مني يا نور، انت عارفة انا بعزك ازاي، انت بنت الغالي وزي بنتي والله، بس انت فعلا بتخرجيني عن هدوء يا بنتي. يا فندم حضرتك قلتلي راقبيه ومعرفش اراقبه ليه. خلاص يا ستي روحي المهمة دي، وعايزك تحاولي توصلي لأي معلومة عنهم يا نور، وخلي بالك لحد يكشفك. نور وهي بتبصله ببسمة جميلة، حاضر يا فندم. في منزل الشيطان رجع لبيته ودخل المطبخ عشان يشرب مية، وبعدين طلع لقطه وخلع هدومه مع الشرط، فهو معتاد على ذلك، استلقى على السرير وهو بيغمض عينيه عشان يرتاح قبل مهمة بكرة. فدي حياته عبارة عن مهمات متتالية، أصبح الأمر وكأنه روتين يومي، فأي مهمة معاه بينجزها وبدقة عالية جدا. فهو الشيطان معروف عالميا ومصنف كأكبر رجال المخابرات، معروف من قبل جميع رجال المافيا اسما فقط وليس شكلا، محدش يعرف شكله الحقيقي لأنه كل مهمة بيروح لها متنكر بشكل مختلف تماما حسب نوع المهمة. حتى رؤساء العمل ما يعرفوش حاجة عنه غير أنه مرعب ومدمر، ما يعرفوش غير الرئيس المباشر له وصديقه الوحيد. جميع مهماته بتكون شبه مستحيلة، بيستلم المهمة عن طريق ظرف بريدي مكتوب بشفرة معينة، ملهوش مكتب زي باقي الضباط، مختلف تماما مرعب، اسمه فقط كفيل يجعلك تموت من الخوف، إلى جانب مهاراته وتحدثه لأكثر من لغة. ببساطة بيستحق لقب شيطان وعن جدارة. نظر للميكروفيلم اللي جابه من آخر مهمة وغمض عينيه وراح في نوم عميق. في مدرسة ابتدائية كانت سمر ماشية في الممر متجهة للفصل، فهي معلمة للغة الإنجليزية. دخلت الفصل لتجد التلاميذ كالعادة بيصرخوا وصوتهم عالي وبيتنططوا على الديسكات. دخلت سمر وهي بتقوي نفسها على المهمة الجبارة دي وصرخت فيهم، بس كل واحد يرجع مكانه. بصلها الطلاب بلا مبالاة وكملوا لعب، من حق الاساتذه تطفش منيكم، ده انتوا رخمين قوي. وخبطت على المكتب بشده، قلت كل واحد مكانه. عم الصمت على المكان وكل طفل فيهم رجع لمكانه. نفذ التلاميذ امرها وهم غضبانين منيها، بصت لهم بشرار، انا كنت ناويه والنيه لله اني اعملكم كويس، بس بعد اللي شفته يمين بالله اللي هيتنفس
هعلقه على باب الفصل. امين. اتكلم احد الطلاب واللي يعتبر فتوة الفصل وكلهم بيطلقوا عليه عطوة. ما بالراحة يا ابلة شوية على نفسك. سمر وهي بتبصله بغضب. اولا اسمي ميس سمر. ثانيا اتكلم باحترام ياد. اوعى يالا انت وهو تفكروني كيوت وبنت ناس. لا اصحى ده انا ممكن اشرحكوا هنا سامعين. ومن النهاردة لو سمعت شكوى من فصلكم انا مش هقولكم هعمل فيكم ايه. هسيب لخيالكم العنان كده. يلا طلعوا كتب الانجليش عشان نبدأ الحصة. بنت بدلع غريب على طفلة. الكتاب الملون يا مس ولا الابيض واسود؟ هو ايه اللي ملون وابيض واسود يا بنت؟ طلعوا كتاب الحصة قلت. احد الطلاب وهو بيسبل للبنت. يعني الملون يا جودي؟ بصيت لهم سمر بتعجب. يا نوحي يا نوحي هي وصلت للتسبيل؟ اتعدل يلا انت وهي. يخرب بيت دجيل مهبب. طلعي يا اختي الكتاب الملون يا محنو. دي شكلها هتبقى سنة فلة انا عارفة. خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى تعجبكم ودي مجرد بداية بس. وبإذن الله الجاية احلى. كوميدي كتير ورومانسي اكتر وكمان صعيدي واكشن من الاخر. كل الميكس ده في رواية بنت الشيطان. اكتبوا لي ايه توقعاتكم لمقابلة نور والشيطان هتبقى عاملة ازاي وايه رأيكم في اول حلقة. دمتم سالمين. مع السلامة.